السلام عليكم ورحمة الله. توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 34 عاما. أصيبت الراحلة بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج، ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج. وقد أعلن والد صابرين بورشيد في وقت سابق أنها تعرضت لانتكاسة أثناء تلقيها العلاج في تركيا ألزمتها الدخول للعناية المركزة، متمنيا من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل. وكانت صابرين قد شغلت الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد. وعملت الفنانة صابرين بورشيد بالإذاعة والتلفزيون بدولة البحرين ودخلت مجال التمثيل عام 2014، وقدمت أغلب أعمالها الفنية بالكويت حيث كانت تعيش هناك معظم أوقاتها. شاركت مؤخرا في مسلسل عشاق رغم الطلاق والذي عرض في مارس الماضي.